مواصلة الالتزام للبحرين لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك حتى 14 من شهر أكتوبر الجاري. دعوة وجهها سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أجل خفض معدلات الانتشار والبناء على ما تحقق من نجاح في التعاطي مع تحدي فيروس كورونا. وفي هذا السياق أكد أطباء وعاملون في الصفوف الأمامية أن أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا قد تزايدت مجددا وبشكل ملحوظ منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بسبب الاختلاط والتهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. شدد أطباء ومختصون على ضرورة عدم التهاون أو التأخر في الإبلاغ عن أي أعراض حتى يتمكن الفريق الطبي من مساعدة الجميع والحد من انتشار الفيروس، مشيرين إلى أن التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية هو الحل للوصول بالوطن إلى بر الأمان والقضاء على فيروس كورونا.